احتل الإمام في هذه الصلاة المباركة من سورة الأنعام قوله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كم تستوقف هذه الآية المتأمل والمتدبر لها؟ فالله عز وجل يقول: وله ما سكن في الليل والنهار، فكل ساكن وكائن في زمن الليل وفي زمن النهار وله ما سكن في الليل والنهار هو ماذا؟ هو لله عز وجل، وليس شيء يخرج عن الليل أو النهار. فكأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. وعبر بالسكون، إذ السكون أقل الحركات وأقل شيء، ثم ختم الآية وما أروعه من ختام: وهو السميع. فانظر التناسب بين قوله وله ما سكن ثم ختام الآية وهو السميع، فأثبت سبحانه وتعالى اسم وصفة السمع له عز وجل، ثم أثبت العلم المحيط بكل شيء، العلم المطلق سبحانه وتعالى أثبته لنفسه وهو السميع العليم. كم من التناسب والتناسق بين أول الآية وآخرها فيما يستشعر المسلم فيه سعة علم الله عز وجل وسعة اطلاعه تبارك وتعالى وسمعه جل وعلا، وأن كل الكائنات والمخلوقات وكل ما سكن في الليل وفي النهار هو له سبحانه وتعالى. ثم قال: له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل يا محمد: أغير الله أتخذ وليا؟ فالولاية إنما تكون لله عز وجل. أتخذ وليا، ثم وصف الله نفسه بعد أن ذكر وله ما سكن قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. أتى بالليل والنهار وهما من أعظم الآيات، ثم أتى بالسماوات وهي من أعظم الآيات. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق. فاطر الشيء موجده وخالقه ومنشئه ومبدعه على غير مثال سبق. ولذلك اسم الفاطر واسم البديع من أسماء الله عز وجل العظيمة التي ينبغي أن يتأمل فيها المسلم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ثم عبر بوصف عظيم وهو يطعم سبحانه ولا يطعم، ثم قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كم يحتاج المسلم أن يتأمل وأن يقف مع هذه الآيات وأن يعني يسمعها قلبه قبل أن تسمعها أذناه اتعاظا واعتبارا وادكارا. وقلما عبر بمثل هذه الآية في القرآن: وله ما سكن في الليل والنهار.